سُئلت لماذا خلقنا الله؟ فأجبت بأنه لأنه يحبنا. يحبنا. تمام. يعني أي مفهوم للحب هذا ونحن نعيش في هذه الصراعات النفسية والاجتماعية والأخلاقية حتى يعني والاقتصادية واللي بدك إياه، يعني نعيش نحن في هذه الحال، والله خلقنا لأنه يحبنا. ونحن راح أتحدث بعد قليل عن موضوع الموت وفلسفة الموت وجدلية الموت، يعني كيف يحبنا؟ من أي مفهوم هذا؟ كل المشاكل كلها بسبب عصيان أوامر الله، كلها على الإطلاق من آدم لحد الآن، الشقاء الإنساني. والدليل على ذلك، الله ماذا قال إلى آدم؟ قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا. نحن شعوب تخشى من السعادة، يعني تخشى من الفرح لدرجة أنه نحن إذا ضحكنا شي يوم هيك من قلبنا منقول الله يعطينا غير هذا الضحك. سبحان الله، هذا الفكر الكارثي، أنه المؤمن مصاب. يا أخي خذ مثال من سليمان عليه السلام. سليمان: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما الله ما قال له يعني اختار يا دنيا أو الآخرة، بعطيك الدنيا ما لك شيء بالآخرة. يعني هالغباء هذا. يعني طيب، العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة العشرة كلهم ملتي مليارديرية، الله أعطاهم الدنيا وأعطاه الآخرة، بشروا بالجنة يعني مع احترامنا الشديد، ولا واحد من أهل الصفة مبشرين بالجنة، وهذا صحابي وهذا صحابي. على سيرة الحزن، ونحن نحزن على الذي غادرنا من هذه الحياة، خلينا نقول، وسوف يأتي يوم يحزن علينا أبنائنا لأنه نحن غادرناهم، كيف نخفف عن الشخص الذي فقد عزيز؟ يعني شو الشيء اللي ممكن نقله يا لحتى نخفف عنه مصابه، لحتى نخفف عنه الحزن؟ يعني الله أحضرني عن طريق أب وأم، لكن خلقني إله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. إذن إنا لله ولسنا إنا إلى أهلنا. حضرتك قلت بأنه بعد الموت لا يحس الميت بشيء حتى طبعا يوم البعث. يقول هؤلاء بأنه روح الميت عم بتزورنا، الشخص الميت عم بتزورنا، عم بتحوم حوالينا، عم نشعر فيها، ويقسمون بأنه فعلا عم نشعر بهذا الشخص عم بيحوم حوالينا أو روحه تحوم حوالينا. شو رأيك في هذا الكلام؟ النفوس ممسوكة عند الله، ممسوكة، فيمسك التي قضى عليها الموت. يعني إذا الله يقول أنا هذه الأنفس أنا ماسكة عندي فوق، والروح يعني عم بقوله هن الروح، يعني خلينا إذا يعني ممكن واحد يقول لك لا أنا ما عم بحكي عن النفس، أنا عم بحكي عن الروح. الروح ما لنا علاقة فيها، هي طاقة الله الخالصة ما بنشعر فيها على الإطلاق. طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. أتساءل هذا السؤال اللي سألته قبل قليل، إنه كيف يرد هكذا حديث وأنا أشاهد ما يحدث في 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 بلاد الشام من أرض ودمار. طيب، أوروبا كلها انمسحت من الخارطة في الحرب العالمية الثانية. 54 مليون قتيل بأوروبا. هذا الكلام عم بيعارض آية قرآنية واضحة تماما. آية قرآنية واضحة تماما. يعني مشكلتنا بدنا نكذب الله. الله قال: وإن من قرية، على الإطلاق في كل بلاد العالم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا قبل يوم القيامة. طيب. قالوا لي أحد، قال لي: أنت عميل إلى ناسا. كأنه ناسا عنده عملاء. أي. لا هي كأنه ناسا. يعني هي بحاجة إلى يعني إلى عملاء. نعم. يا أخي كل العلم أتحداهم. هلا مثلا خذ علم الإلكترونيات. نعم. منين إجا؟ من عند غير المسلمين. نعم. يعني أنا برفض علم الإلكترونيات وهندسة الإلكترون وهندسة الميكانيك والهندسة المدنية وعلم الطب الكامل. يعني هي معقول هذه السخافة إنه هذا العلم إجاني عن طريق كافر؟ خلينا نجمع المسلمين في قارة، نجمع المسلمين كلهم في قارة، ونخلي غير المسلمين يقاطعونا نهائيا، قسما بالله لا شفنا حفاة وعورات. لأنه هذا القميص اللي عم بكسي فيه عورتي مشان الإيمان، ماكينة النسيج هي صنعة غير المسلم، الإبرة اللي عم بخيط فيها صنعة غير المسلم، الحصادة والجرار اللي عم بزرع فيه القطن هذا صنعه غير مسلم.
مضخة المي اللي عم طالع المي عم بشرب فيها مشان الوضوء هي صنعة غير مسلمة.